أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من السوبر. يعني واحد من الشخصيات القريبة جدا من قلبي الحقيقة يعني، ومسيرته ومشواره بعد انتهائها كلاعب كرة قدم ناجحة فيما يتعلق بالتدريب من مصر المقاصة، وظهوره مع كابتن طارق يحيى وأثني يعني كل الناس حقيقة أثنت عليه وأثنت على أدائه، وانتقاله بعد كده لأكثر من مرحلة كمدير فني في المغرب، ثم عودته إلى مصر إلى نادي الزمالك، والآن في العروبة الإماراتي كمدير فني. هو استحق بكل تأكيد لأنه ناجح جدا، أنه شخصية محترمة جدا، شخصيته نظيفة كمان في الوسط الكروي، وناس من الناس الفاهمة. مشرفني ومنورني صديقي العزيز يعني انجاز التعبير اذا هو يعني حب ان انا اقول كده، كابتن طارق مصطفى نجم نادي الزمالك. مشرفني ومنورني. اهلا بيك ابراهيم، وشرف لي انا ان انا موجود معاك اولا، وشرف لي ان انت صديقي ومن زمان جدا، وبحييك ومنور دايما في تألق كمان، وبحييك على الاستوديو الجديد، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وبشكرك جدا على الكلام اللي انت تستحق اكتر منه. عندنا كلام كتير جدا جدا الحقيقه، هنتكلم فيما يتعلق بمسيرتك الفتره اللي فاتت ديت، وبعدين العروبه والقصه جت ازاي، وانا عارف ان انت معسكر هنا في القاهره. هدف العمر ده طبعا طبعا قعدت تتدرب عليه قد ايه؟ لا كتير كتير، ويمكن الله يرحمه كابتن محمود الجواري كان من الناس اللي هي الاذكياء جدا، اللي كان تملي بيتفرج وبيعمل لنفسه يعني حاجه جديده كل مره كده. يمكن الهدف ده اتعمل كتير جدا في كل المباريات، يعني اتعمل من احمد حسن، اتعمل من حازم امام، من عبد الستار صبري، من كابتن حسام، من كل الناس اللي موجوده، ياسر رضوان، محمد عماره، ولكن الحمد لله كان ربنا سبحانه وتعالى كان موفقنا انا في النهائي ان انت تجيب هدف وتجيبه في النهائي، فده توفيق كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى، واحمد عليه يعني طبعا ده فضل دعاء والدي ووالدتي ليا الحمد لله، اللي دايما انا من خلالك بشكرهم جدا، لان كل حاجه بتحصل لي بيبقى من دعائهم يعني. صحيح. ايه قصه العروبه دي جت ازاي؟ والله تسمح لي يا ابراهيم، هي قصه العروبه انا يعني تحديدا انا ماضي من حوالي اكتر من 3 شهور. والله والله ما رضيتش اعلن الموضوع دوت الا في الوقت المناسب. وتقول لي صديقي العزيز وانا اقول لك صديقي وتسمح لي؟ لا ما بص هقول لك حاجه، ولا بتقول لي اي حاجه؟ مش هقول لك حاجه، هقول لك حاجه والله. لا خلاص، لا هقول لك حاجه والله. تحديدا الناس لما اتكلموا معايا انا قلت شروطي ايه، وانا تسمح لي ان انا اشكر مجلس الاداره واحد واحد. ليه؟ لان اول مره مجلس اداره نادي العروبه الاماراتي كله يتفق على مدرب. كويس. قبل كده يعني كان بيبقى في توازن في اختيار المدرب، في 2 ما بيوافقوش، 3 مش عارف ايه، 4 ايه. اول مره الحمد لله من رئيس مجلس الاداره علي بن عباد، للنائب الرئيس علي راشد، للرئيس اللجنه الفنيه خليفه راشد، ودوت كان ليه دور كبير جدا في المفاوضات من بدايتها لنهايتها. بشكره جدا. رئيس البعثه عبد الله ربيع، يعني الناس كلها، عمر، حتى الاثنين اللي موجودين معايا، المدير الاداري والمدير الفريق اذا كان محمد خميس او اذا كان عادل فكري، كلهم بصراحه الناس كلهم اماراتيين. كلهم اماراتيين. مجلس الاداره اماراتي بكل تاكيد. الجهاز المعاون اللي معاك كله اماراتي؟ لا كله مصري. كله مصري. كله مصري. طيب. ودي كانت من الاسباب الحمد لله اللي انا حسيت ان الناس بتوفينا. شاليك. بالظبط. وعارف انت ما انت كمدير فني بتشوف الناس يعني مش جايبينك وخلاص، او جايبين، لا هم سالوا بيسالوا عليك. بص انا عايز اقول لك حاجه، ومن خلالك برضه لازم الناس تبقى فاهماها، ان مش ناس كتيره جدا، مش اي حد يروح يمسك في الامارات، تحديدا المدرب المصري، تحديدا لان احنا كمصريين مقصرين جدا كمدربين في الخليج، مقصرين جدا في شمال افريقيا، فدي ما بتحصلش كتير. مين مسك المغرب؟ ممكن كابتن عمرو انور عمل شغل محترم الحقيقه في السعوديه. بالظبط. عمرو انور، عادل عبد الرحمن، كل الناس، عادل عبد الرحمن، لا كتير طلعوا السعوديه، كابتن طارق يحيى وانا كنت موجود معاه، كتير طلعوا السعوديه، ولكن يا اما بتطلع السعوديه، لا اما بتطلع على نادي درجه ثانيه وعايز تصعد وكده، لا اما بتكون في الناشئين وبتصعد للفريق الاول لما المدير الفني الاجنبي يمشي، ولكن لما يكون الاختيار من البدايه، من الاول فبتفرق كتير جدا معاك. فانا الحمد لله بشكرهم جدا، واتمنى ان شاء الله ان انا اكون عند حسن ظنهم وحسن الثقه ديت كجماهير نادي العروبه ان شاء الله ومجلس الاداره. هو كان ختم في المركز كام موسم اللي فات؟ هو كان السادس. طيب طموحاتهم ايه بقى وهما بيتفقوا معاك؟ والله طموحاتهم السنه دي يعني عايزين يصعدوا، ولكن السنه دي هو كل الفرق قويه جدا، يعني انت بتتكلم في عجمان السنه دي فريق قوي جدا، ماسكه الكابتن ايمن الرمادي، مدرب مصري من فتره كبيره جدا في الامارات معروف، وعمل المدرب المصري هناك اقيمه وقامه، فاتمنى ان شاء الله ان انا اكون
يعني جدير بكده، وان احنا انا والكابتن ايمن موجودين في الدوري نعمل حاجه ان شاء الله. المدرب المصري يقدر ان هو يتواصل في الامارات تحديدا ان شاء الله وفي الخليج. موجود الشعب اللي كان ماسكها الكابتن طارق العشري، نزلوا، موجود الفجيره، موجود دبي، اربع خمس فرق، موجود الخليج اربع خمس فرق. المفروض الطبيعي جدا اي فريق يصعد منهم وهو مرتاح. بيصعد كم واحد؟ بيصعد اثنين. اثنين بس. يجي بعديها بقى العروبه، ويجي بعديها. فالحمد لله انا ماشي الحمد لله من ساعه ما بدات مع الناس، وبصراحه موفرين كل اللي انا بطلبه منهم حتى الان، واتمنى ان شاء الله التوفيق بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى. محتاج انا بعض اللاعبين الاجانب في مراكز معينه، لو ربنا وفقنا فيهم ان شاء الله وكان الاختيار موفق وكان في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، اعتقد ان الامور هتختلف السنه دي. لان من اول يوم انا قعدت مع اللعيبه ومع مجلس الاداره قلت لهم انا مش انا تملي بيبقى عندي طموح، تملي الطموح بيكبر لان عندي اهداف كتيره جدا عايز احققها. اخذت لعيبه مصريه ولا صعب؟ لا صعب. هو صعب. الوحيد اللي كنت بفكر فيه وهاخده وكلمته فعلا، وكلمت مجلس الاداره وكلمت كابتن اسماعيل يوسف وكلمت احمد انور، هو كان يوسف اوباما. يوسف اوباما، لان انا كنت محتاج المكان ده تحديدا، وكنت عارف ان الراجل اللي هو هيلعب لي راس الحربه المخفي هو يوسف اوباما، اللي هو بيلعب على الجون، ودي كانت الحته دي نقصاني وما زال بدور عليها. ولكن دخل هو في الصفقه بتاعت دجل بالظبط، ولكن ما حصلش نصيب، وهو اللعيب الوحيد المصري اللي كنت بفكر فيه دايما يعني. طيب ليه بقى صعب؟ ليه قلت لي صعب؟ عشان بس الاحتياج بس المركز ده، ولا عشان هو مثلا في تنبيهات انه ما عشان مش عشان انت مدير فني مصري فتجيب كل المصريين اللي عندك احتلوا الفريق؟ لا لا بالعكس، زي ما قلت لحضرتك الناس يعني بتكلمني بصراحه والامور واضحه. ولكن ما انا قبل كده وانا في المغرب كان مع كابتن حسن شحاته جبنا نور السيد. نور السيد كان وانا في السعوديه مع كابتن طارق يحيى جبنا ايمن عبد العزيز وجبنا احمد بكري، كانوا متواجدوا معانا. وهي المشكله انا بشوف اختياراتي تتناسب امكانيات لعيب معين هيجي ينفذ لي حاجه معينه. انا مش بجيب عشان اجيب صاحبي، او مش بجيب عشان اجيب لا اكيد طبعا. انت عايز تنجح، انت جبت جامد ليه يعني؟ ما فيش حد خاصه جد. هي بتحسب عليك طبعا، يعني انت كمصري بتجيب مصري محسوبه ليك او عليك او تونسي بتجيب. لا عارف ليه؟ لانك انت كل هتلاقي الجمهور بيبص لك هو وحش، هتلاقي الاداره بتبص هتغيره مش هتغيره، هتلاقي مش عارف. فانا ما باجي ابص، ما ببصش للحاجات دي خالص، انا ببص الخامه هيعمل ايه في الوقت دوت وهيفيدني ازاي. ولو انا عارف ان هو 50 و50 مش هجيبه، ولكن انا عارف ان الاستفاده ممكن تبقى توفيق ربنا يبعد عنه الاصابه تبقى 80 90%، لان عارف اللعيب اللي بجيبه عامل ازاي وهيعمل ايه. بس رايك ايه في نادي الزمالك في الفتره الاخيره؟ هنقلب بقى الملف بتاع العروبه وتسيبه شويه ونرجع له تاني، بس نادي الزمالك تالق لفت للنظر. انت كنت موجود تتولى المهمه داخل نادي الزمالك، وانت بارادتك اللي اعتذرت عن الاستمرار في فتره من الفترات، نادي الزمالك جاب صفقات في كل حته تقريبا، في كل مركز من المراكز دعم باثنين وثلاثه. نادي الزمالك بيفوز ببطوله الكاس، نادي الزمالك بيصعد لاول مره من 11 سنه ونصف نهائي دوري ابطال افريقيا. تقييمك ايه ورايك ايه وايه الاسباب من وجهه نظرك؟ والله ما تسمح لي بس يعني يمكن قبل ما اقول لك طبعا الكلام ده لازم اوضح للناس، لان انا ما اتكلمتش في الموضوع ده خالص. وجهه نظري ولما كنت ماسك نادي الزمالك مع مستر باكيتا، لان كان في كلام اتقال كتير جدا ولازم الناس تبقى فاهماه، وانت البرنامج بتاعك متشاف بشكل جيد، فلازم الناس تبقى فاهمه اللي حصل في الفتره دي تحديدا ايه. الفتره دي تحديدا يمكن مستر فيريرا كان موجود وماسك الفرقه. يا ما مشي مستر فيريرا يمكن بعد مباراه السوبر لو تفتكر، وحصل ان انا والكابتن محمد صلاح هننزل التمرين، وانا يمكن كلمت المستشار مرتضى اللي انا بحترمه جدا وبحبه جدا على المستوى الشخصي والانساني. انا على فكره مستشار مرتضى، انا خلي بالك انت عارفني كويس قوي، انا واضح وصريح جدا الحمد لله، بقول اللي جوايا. وده اللي حصل مع في موضوع مستر باكيتا، لان حصل فيه لغط كتير جدا. يلا قول بقى، لاول مره انت بتقول الكلام ده صح؟ طبعا انا لما مسكت الفرقه انا والكابتن سامي الشيشيني مسكنا الفرقه. كلمه بقول لاول مره دي بتستثير حفيظه اي مذيع، قاعد مبسوط قوي لاول مره. ما انت خلي بالك، اصل في ناس لاول مره قول بقى، في ناس رهيمه، في ناس لما بتتكلم والناس بتسمعها حتى لو لاول مره ما سمعكش قبل كده، فالكلام لما بيطلع بيبقى هو مصدق عارف صحيح، خاصه ان هو شاف البني ادم ده اتكلم قبل كده او هو اسلوبه. وفي ناس تاني بتطلع بتتكلم تحس ان الكلام مش هو. وانا كل الفتره دي كلها ما كنتش بتكلم احتراما لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك ولعيبه نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك اللي هو يمثله. ودلوقتي الفرقه فايقه فما فيش حد هيأول تصريحاتك. لا خلاص، وانا الحمد لله انا كنت متواجد في النادي وعمري حتى وانا بره النادي، ولكن انا بتكلم عن نفسي عن طريق مصطفى عشان الناس اللي هي اتكلمت عليا في بعض الفترات مش كويس اوضح لها الرؤيه
وتبقى عارفه، ماشي. وخاصه ان 80% من جمهور نادي الزمالك عارف الكلام اللي انا بقوله كده كويس قوي. يمكن مع مستر باكيتا انا مسكت الفرقه انا وكابتن سامي الشيشيني حوالي 35 يوم. يمكن الكابتن سامي الشيشيني ماسك معايا اول 10 ايام او اول اسبوعين، وبعد كده سافر السنغال عشان يتفرج على لعيبه. يمكن انا في الفتره دي مسكنا الفرقه عملنا فتره اعداد، خاصه فتره اعداد دي كان في لعيبه من المنتخب بقى لها 10 ايام، وفي لعيبه ابراهيم بقى لها 22 يوم ما اتمرنتش ولا لمست كوره. فعشان تعمل فتره اعداد وتعمل 22 توازن بيعملوا ايه؟ مريحهم مستر فيريرا. فعشان تعمل توازن الفتره دي وتخلي اللعيبه كلهم زي بعض في مستوى واحد من الناحيه البدنيه والفنيه، اعتقد كانت صعبه جدا، مش اي حد يعمل دي. وموجود الجهاز الفني كابتن اسماعيل، والجهاز الفني كابتن ايمن طاهر، وكان علاء عبد الغني، وكان مدحت عبد الهادي بعدين، وحماده انور، كانوا موجودين. واجتهدنا الحمد لله وعملنا ماتشات وديه لغايه ما وقفنا الفرقه على رجلها. لما جه يمكن اول مباراه، ما جه مستر باكيتا قبل مباراه حرس الحدود بثلاث ايام. فكان سايب لي كل الامور في حرس الحدود، في حرس الحدود. يمكن في المباراه دي تحديدا يا ابراهيم، كان كنا متعادلين مع حرس الحدود 0-0 للدقيقه 60 في الشوط الثاني. فطلبت من مستر باكيتا، قلت له عايز اقول لحضرتك حاجه، انا هقول لحضرتك تغييره بسيطه مش من بره الملعب، من جوه الملعب. لو اتعملت اعتقد ان احنا ربنا هيوفقنا. احنا متعادلين مع حرس الحدود، والطبيعي ان انت في اول الدوري وعايز تكسب. فقلت له هندخل عمر جابر، هنوديه في نص الملعب، وهنجيب احمد توفيق من نص الملعب نحطه فين؟ باك رايت، ونودي عمر ناحيه الشمال، لان انا تغييره في ارض الملعب، تغييره في ارض الملعب. والحمد لله انا كلمت عمر بين الشوطين وكلمت احمد توفيق بين الشوطين، لان ايه؟ قلت لهم هقولها للراجل، ولو مشيت خلاص ربنا يوفقنا. ماشي. وقلت لهم هيعملوا ايه؟ الحمد لله ربنا وفقنا وعمل التغييره. اول لمسه لعمر جابر جاب جون. حلو. الجون الثاني مصطفى فتحي في التغييره الثانيه. دي بعد اجمل حاجه بالنسبه لاي مدرب. بالظبط. فانا قلت الحمد لله الامور ايه؟ الراجل بيسمع والامور هتبقى تمام والدنيا ماشيه ونتعاون مع بعض. حلو. جينا بعديها الماتش اللي بعديها هيغل عليك. طبيعي هيغل عليك. الماتش اللي بعديها والله العظيم انا بكلمك كل سنه هيغل عليك. جينا الماتش اللي بعديها يا ابراهيم، فموجود الشيشيني، وكنا بنلعب، هنلعب الجيش. هنلعب الجيش. هنلعب الجيش. كابتن طريح. فحصل طرد في المباراه لعلي جبر في اول دقيقه، وضربه جزاء في اول دقيقه في المباراه. فرحت له قلت له هتعمل ايه يا مستر باكيت؟ قال لي هطلع ايمن حفني. قلت له لا، ابوس ايدك، الا ايمن حفني. احنا بنضغط لما نقول يا بس الا ايمن حفني. حتى رجعت لاسماعيل يوسف قلت له بقول لك هيطلع ايمن حفني، وانا مش موافق على التغيير ده عشان تبقى عارف. قال لي طب كلمه تاني. كان في الدوري. في الدوري. قال لي طب كلمه تاني. رحت رايح له قلت له دوادار ينزل، والله العظيم زي ما بقول لك كده، دوادار ينزل، ها، وعمر جابر يروح باك رايت، ها، ونطلع حازم امام، لان حازم كان ساعتها بيلعب باك رايت، حازم امام. فقلت له ايه؟ التغييره تيجي على حساب حازم. ان بالظبط، انما ايمن حفني لا، ايمن حفني هينفعنا، ايمن حفني كويس، ايمن حفني هياخد لنا ضربه جزاء، هيخلينا ناحيه هجوميه افضل. خليك في المساحه، في التلت بتاع الجيش على طول. انت بتتمنى لعيب موهوب يبقى موجود معاك في الملعب، لان هو اللي عنده الحلول، لان كل اللعيبه اللي شبه بعض هتباصي. دي كانت وجهه نظر. دي كانت وجهه نظر. فقال لي لا، احنا بنلعب كل ثلاث ايام، وايمن بدنيا مش هيقدر، وانا محتاجه بعد كده، فنطلع ايمن. راح مطلع ايمن. طلعت بعد المباراه لقيت لك الاعلام كله والجمهور. الماتش خلص كام ساعتها؟ خلص 3-2 تقريبا للجيش. للجيش. طلعت بعد ما خلصتش الماتش لقيت الاعلام كله طارق مصطفى غير ايمن حفني، طارق مصطفى. تاني يوم في التمرين الراجل بيعتذر لايمن حفني، بيقول له انا اللي خرجتك، وايمن حفني موجود على التليفون. وانا على فكره قلت المستشار مرتضى منصور، ها، واسماعيل يوسف للامانه قال المستشار مرتضى منصور، طارق قال له، وجي قال لنا كذا كذا كذا. حلو. 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 انا حسيت ان الماتش اللي بعديه قلت الراجل يمكن ايه يسمع، طالما انت ربنا مديك حاجه يعني ممكن ايه تساعده فيها. جينا الماتش اللي بعديه، والله ما زمول، هو راجل محترم جدا وتمارينه 10 على 10، بس ممكن الفكر بتاعه دفاعيا كتير قوي، او ممكن اسلوبه ما مش ماشي معايا، مش ماشي معايا، وانا مش عايز ادور النادي الزمالك. فرحت قلت لا، مش هقدر، فخلاص عشان الامور ما تبص اكتر من كده. رحنا ماتش، اخر ماتش كان ليا انا بالنسبه للنادي الزمالك، ماتش الشرطه، كابتن طلعت يوسف، رحت رايح له بالليل، يا مستر باكيتا انت حضرتك هتلعب ابراهيم صلاح، وهتلعب طارق حامد، وهتلعب معروف يوسف، والثلاثه دول ما انا من وجهه نظري ما يمشوش مع بعض، لانك هتلاعب كابتن طلعت يوسف هيلعب بالثلاثه، ومن دلوقتي احمد مجدي وشبيطه وزحمه، يا دنيا زحمه،
احنا مش هنوصل للجون، واحنا لو ما وصلناش للجون مع 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 الشرطه مع الكابتن طلعت بالنسبه له كويس، انما الوضع صعب جدا. انا عايز اكسب بالظبط. المهم ايه، الدنيا ما بنوصلش للجون والدنيا بايظه وبتاع مش عارف ايه. خدت قرار طلعت له الاوضه انا والشيشيني، انا والشيشيني الساعه 2 بالليل، مستر باكيتا طب انا بقول لحضرتك في مدربين مصريين انا اعرفهم بيحطوا التشكيل في دماغهم وبيحلموا، لما حد يقول لهم حاجه بيحلموا يسحوا يغيروا الفكر. حضرتك ممكن؟ قال لا لا انا ما ممكن تحلم. انا قلت له ممكن تحلم. والله العظيم قال لي لا 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 انا قلت له خلاص بس انت بتحلمش. لا بس خلاص رحت انا واخد قرار بعد المباراه مباشره، كلمت المستشار مرتضى قلت له عايز حضرتك يا فندم، ها يا طارق خير وبتاع، ورحت قعدت معاه. حتى هو راجل محترم جدا، عمل اجتماع للفرق للجهاز كله، قال لك انا عايز طارق اول واحد يطلع، وكنت صريح معاه جدا ومجلس الاداره قلت لهم والله 1 2 3 وانا مش هطلع، لان انا بعمل الصح وبطلع بلاقي رد فعل. خد بالك انت كنت متحمل في الفتره دي ان انت اللي بتغير وانت اللي بتعمل وفرقه طارق مصطفى. عارف انت عارف انت اقول لك حاجه، والله انا مش انت عارفني لو انا وكل الناس اللي اتعاملت معايا، بص بقى اللي اتعامل معايا مين، نجوم مصر كلهم اذا كان في المقص ولا في الانتاج الحربي ولا اسال لعيبه الزمالك دلوقتي، هات واحد واحد على التليفون اللي كانوا موجودين، لو قال لك عكس كده ليه؟ لان انا فكري مختلف عن الفكر ده، مش طارق مصطفى، وانا ما بحبش طالما انا تحملت بس ما بحبش كده، ولكن ما كنتش انا الراجل الاول. لو انا بس حد شايلها لك انا ممكن يعني بالظبط كده. فحسيت ان ايه، في حد بيلعب من ورا طارق مصطفى، في حد طبعا لما تطلع بعد المباراه تلاقي الاعلام جهاز ولا تلاقي الله اعلم. انا حتى قلت الله اعلم، انا ما اعرفش مين، ولكن خلي بالك جمهور نادي الزمالك كله يعرف شخصيه طارق مصطفى كويس من اول ما كنت لاعب لغايه الحمد لله وقتنا هذا. يعني الحمد لله بس هو برضه الموضوع ما فيهوش كان طعن في شخصيتك، هو طعن في الاداره الفنيه يعني. لا حتى من الناحيه الفنيه، شوف انا بقول لك حتى من الناحيه الفنيه، انا بقول لك لعيبه نادي الزمالك بقى، مش بقول لك مثلا حد مثلا لعيبه الانتاج ولا المقص ولا السويس ولا 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 فاهم، الحمد لله. فطبعا حسيت ان ايه، لا في حد في ايد خفيه مش عايز طارق يبقى موجود في المكان ده تحديدا يعني. فقلت شكرا والسلام عليكم، انا مش مرغوب فيا من اشخاص الله اعلم مين هم، فاعتذرت بس. فده كل اللي حصل في موضوع مستر باكيتا وموضوع نادي الزمالك. ولكن دلوقتي الفتره دي زي ما انت بتسالني، بس زعل منك رئيس النادي. نعم زعل منك رئيس النادي، زعل منك المستشار مرتضى خالص. ده راجل محترم جدا، وخلي بالك هو طالما انت صريح معاه، هو خلي بالك هو ذكي جدا. طالما انت هنا نضيف ومحترم وعارف انت بتعمل ايه، زي ما هو عمل مع مؤمن دلوقتي. هو النادي الاهلي ما يقدرش يعمل ليه كده، هو عمل مع مؤمن ومسك مؤمن ومؤمن صغير، مؤمن كان ماسك الاسيوطي ويقول لك لا مش خبره لا مش عارف ايه. حته السي في دي انتهت في كره القدم يا جماعه. مش بالسي في، انت ممكن تجيب سي في. صدق برضه بيني وبينك يعني هي صعبه بصراحه. لا هي يعني انا اجيب مدير بس خد بالك كابتن مؤمن سليمان طبعا اشتغل ممتاز كتير، وكان لسه اقرب حاجه كان شغال مع كابتن احمد حسن في بتروجيت. هو اشتغل ممتاز كتير. بس فكره ان انا اجيبه من ممتاز بها مسكه نادي الزمالك. لا مجازفه بصراحه. لا انا عايز اقول حاجه، هي طبعا مجازفه، انا ما بتكلمش كده، ما هي بتبقى سلاح ذو حدين. هي بتبقى سلاح ذو حدين، لا قدر الله مشكلة يعني. لو مؤمن كان خسر كان الموضوع برضه هيتغير، ولكن مؤمن ربنا كرمه لانه اجتهد فتره كبيره جدا، هو شاطر واخد حقه اعلامي بيتعب، فربنا اداله. ومؤمن حظه برضه كويس ان هو جه على مباريات رسميه. انا لو كان في مباريات رسميه، لو كان في مباريات رسميه مش فتره كويس، مش فتره ده التوفيق بتاع ربنا. بس انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك، هتجيلك فده التوفيق بتاع ربنا. فانا عشان كده بقول لك ايه، انا مبسوط جدا ان مؤمن، ومش مؤمن بس، في كتير، في شيشيني، في عبد الحليم. بتقول لي ليه الاهلي ما يقدرش يعمل كده؟ لان الاهلي لو هيعمل كده كانت الفرصه دي جت للنادي الاهلي من فتره كبيره جدا وما قدرش ياخد القرار. ازاي؟ اذا كان الاهلي كان عملها قبل الزمالك في فتره قبل كده لما جاب الكابتن محمد يوسف، وكان نادي الزمالك كان المفروض كان الكابتن اسامه نبيه في فتره من الفترات كان هيركب وخافه. انا بتكلم قبل الفتره بتاعه المجلس الحالي في نادي الزمالك. لا معلش، اصل الفتره بتاعه النادي الاهلي الفتره الاخيره انا شايف ان الموضوع مختلف شويه. موضوع يعني دخل فيه مين معايا ومين مش معايا. يعني موضوع كاداره انا بكلمك بصراحه. مين ما في ناس كتير يعني، محمد يوسف ابسط حاجه، راجل خد بطولات وراجل موجود وراجل خد خبرات وطلع بره، كابتن حسام البدري. يعني انا بدي امثله ليه للاثنين دول، يعني لما كان الجهاز بتاع كابتن حسام البدري موجود وكان معاه كابتن علاء ميهوب كان في نجاح غير عادي. كابتن حسام البدري قريب جدا ممكن يبقى مدير فني للنادي. بص انا وجهه نظري الشخصيه، المدير الفني في مصر، في مصر لو شخصيته قويه ينجح بنسبة 60%. 60% لو شخصيته قوية ينجح. والكابتن حسام من النوعية دي. لأن اللعيب المصري يعني دلوقتي خلاص الكورة ما بقتش يعني بقت كتاب مفتوح. ما بقتش ناحية
بدنيه بس ولا ناحيه، لا دي بس احنا مرتبطه. عندنا اللعيب المصري الناحيه النفسيه عنده او ناحيه الدلع عنده زايده شويه يعني، ما هو انت لازم تقرص عليه حلوه، ما انا عشان عشان كده يجي بقول لك منه. الشخصيه 60%، ليه بتيجي ال 40% الثانيه ناحيه فنيه منك بقى كمدير فني في تغييراتك وتشكيلك، في الناحيه النفسيه، كل ده بيكمل بعضه ابراهيم، بتوصل للي انت عايزه. خلي بالك الموضوع برضو طالما في احترام ما بيننا ومحدش بيتعدى التاني، ها، وكل واحد عارف دوره ايه، اعتقد الامور طب انت بتبقى زعلان ان الفرصه ما جاتلكش في نادي ده الزمالك خالص خالص. كامله؟ لا خالص خالص، جاتلك منقوصه؟ لا هي دي جات لي منقوص، ولكن انا برضو الحمد لله لان انا اكتشفت حاجات يعني ما كنتش عارفها، يعني يعني ايه اكتشفت ايه؟ خدت خبرات كبيره جدا. لا ما هو انت خلي بالك التدريب في نادي الزمالك والنادي الاهلي ليه عوامل تانية كتير، مش بس انت مدرب ومدير فني في المستطيل الاخضر، لا ده في حاجات خارجيه كتيره جدا لازم انت تعرف تتعامل معاها، من الناحيه الاعلاميه ومن الناحيه الاداريه ومن لا في حاجات كتيره جدا هي اللي بتخليك تخش في بتكسبك خبرات. كتير جدا، وتبقى عارف ولازم يبقى ليك ارضيه ولازم يبقى ليك حد. طب عشان كده انت بتعامل ازاي مع النجوم؟ اصل وضعيه اللعيبه اللي انت اتعاملت معاها كلها طول الفتره اللي فاتت لحد قبل نادي الزمالك، نوعيه اللعيبه اللي هي ايه اللي انت تعرف تتعامل معاها؟ لعيبه نادي الزمالك بقى نجوم مصر ومنتخب مصر، اتعاملت معاهم ازاي؟ لا ما انا بقول لك اتعاملت معاهم زي ما اتعاملت مع جمال حمزه كان نجم مصر، زي ما اتعاملت مع اسامه حسني في الفتره، زي ما اتعاملت مع هاني سعيد، ما هو كل دي كانت نجوم مصر في وقتها، كان 2006 و2008 و2010. فاعتقادي لعيبه نادي الزمالك او اللعيبه كلها شبه بعض، ولكن انت كل واحد زي ما قلت لك من شويه هو عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، خاصه لعيبه نادي الزمالك لعيبه محترمه جدا جدا واخلاقيات عاليه جدا ولعيبه صغيرين في السن. انت وميزه كنت نادي الزمالك غير النادي الاهلي ان عندك، ودي الميزه الكبيره جدا اللي محدش واخد باله منها، ان عندك خمس ست سبع لعيبه بيلعبوا في اكتر من مكان، ودي اللي عملت الفرق كبير جواكر. جدا. طبعا طيب طبعا انت كنت بتكلم بتقول لي دلوقتي على الفتره اللي كان فيها كابتن حسام البدري يتولى المهمه الفنيه مع كابتن علاء ميهوب، واللي يمكن حققوا فيها نتائج طيبه. طيب انا معايا على التليفون كابتن علاء ميهوب. كابتن علاء اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الفل. صباح الفل يا ابراهيم، ازيك يا كابتن مصر؟ منور دايما ومتالق، ربنا يخليك يا رب. وانا اتوقع مداخله على فكره اصلا، عشان نخلينا من اولها كده نتكلم بصراحه، يا سيدي ده يعني انت معاك يشرفنا، ضيف. ده لا معاك يشرفنا ضيف يا كابتن عالمي علاء. جدا وحبيبي، وما بحبش اتكلم عليه كلاعب، هو كلاعب هايل ما شاء الله، ومدرب ليه فكر خاص كده، وحتى ما كنا بنقعد نتكلم مع بعض في الكوره، يعني انا بحب اتكلم معاه في الكوره كتير جدا، ممكن حبيبي يا اختلف كابتن. بس دايما بنتفق. اي مساء الخير يا طارق، وزعلان منك طبعا زي ابراهيم بالظبط، انا ما اعرفش انك جيت مصر مبدئيا غير لما قريت الاعلان انك انت مع ابراهيم النهارده، فقلت اما اعمل لك مداخله اقول لك الحمد لله على السلامه، ومعسكر مصر الشباب النهارده، وفعلا بتمنى لك من القلب ان شاء الله يا رب تنجح وتنجح نجاح باهر، وانت ان شاء الله يعني تستاهل كل حاجه حلوه يا طارق، ونجاحك ده اتفضل. نجاح لكل المدربين المصريين، وانا متاكد انك هتنجح ان شاء الله، انك كل الامكانيات عندك، واضح الناس كلها مقتنعه بيك والناس كلها بتساعدك، ودي اهم حاجه، اهم حاجه تلاقي حد يساعدك مع امكانياتك الجميله دي ان شاء الله تعمل حاجه كويسه، ودينا قاعده مع بعض اكيد لازم اشوفك. و ثانية واحدة يا كابتن علاء، بس ثانية واحدة قبل ما هو ما يكلمك عشان عايز اسألك، قول هو انت عرفت يا كابتن علاء ان هو جاله العروبة؟ بيقول لك انا مخلص من 3 شهور وبتاع، وانا عمال اقول انا له احنا سمعت اصحاب الاعتقاد ان وبتاع، انت حكي ضحك، عارف؟ هو قال لك ده انت حبيبي وصاحبي، اخدت بالك؟ حبيبي وصاحبي وحبيبي، وخبي على الناس كلها، هو خبي على الناس كلها. صحيح، وحشني يا كابتن مصر. منور يا ساري لا الناس كلموني، انت كنت جنبي على التليفون، حتى انت قلت لي مين، قلت لك هقول لك بعدين. كمان كمان كنت مخلص كله. لا ده وحشنا يا كابتن علاء، الله يخليك يا طروق، وسعيدني شفتك والله بجد، ويا رب ان شاء الله دايما بالتوفيق يا حبيبي، ان شاء الله كابتن علاء ما تسيبناش، بس ما تسيبناش، انت رايح فين؟ انا عارف ان انت داخل عشان خاطر الكابتن طارق، بس احنا لازم برضو نسالك. انا بصراحه يا ابراهيم انا مش من هوايات المداخلات. لا تعال لنا بس، تعال لنا بس يا كابتن علاء، ده انت مهم دلوقتي، انا لازم اتكلم مع حضرتك دلوقتي. اسمك من ضمن الاسماء المرشحه في حال ظهور او تواجد الكابتن حسام البدري كمدير فني للنادي الاهلي، هل حصل ما بين حضرتك وبين الكابتن حسام البدري اي كلام ولا لا؟ بص يا ابراهيم، مبدئيا لا مفيش حاجه حصلت رسمي خالص ولا كلام ولا حاجه خالص، لكن هي زي ما انا بقول كلمه، يعني يعني الحاجه الوحيده خلينا نرجع خطوه ورا، هي ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، ان انا ارجع مدرب عام في النادي الاهلي، هي دي يعني ده النادي الوحيد ممكن ارجع الخطوه دي، انا نسيت الموضوع ده خالص، الحمد لله المدرب العام دي بعدت عنها من زمان، والوقت انا مدير فني، لكن الحاله الوحيده ده بقولها ان عند النادي الاهلي لا كل حاجه تتنسي ترجع،
وانا صدقك يعني، انا صدقك كلاعب ما حدش هينسى لك الجون اللي انت سجلته في مرمى النادي الاهلي وانت بتلعب في الاولمبي وبكيت، فكلامك مصدق عليه بقى ومن زمان يعني، انت عندك المصداقيه دي، فيعني ما دي قصه منتهيه. فهي دي. لكن طبعا لو كابتن حسام اتولى، ولا شاف من وجهه نظري ان كابتن حسام هو الانسب في المرحله دي، لان المرحله دي فعلا محتاجه حد يلم الفرقه بسرعه، وحد مش غريب عن الفرقه، وحد عنده الشخصيه والكاريزما اللي يقدر يسيطر فيها على لعيبه النادي الاهلي والظروف اللي فيها لعيبه النادي الاهلي. الاخضر دلوقتي في المرحله اللي احنا فيها دي هو كابتن حسام. كابتن حسام وقت ما كابتن حسام اه طبعا وقت ما كابتن حسام اذا فكر او اذا قرر يطلبني، اكيد عمري ما اتاخر، واشتغلنا قبل كده مع بعض سنين. كيميتكم ماشيه مع بعض كويس وفيها نتائج كويسه كمان. الحمد لله رب العالمين، كلها نجاحات يعني. حتى ما كنت بشتغل انا مدرب مع مستر جوزيه، وكابتن حسام كان مدرب عام، وبعدين كابتن حسام اتولى. الحمد لله رب العالمين ما حصلتش، عارف يعني، حتى اختلاف وجهات النظر. طيب بالعكس كويس، الحمد لله توافق تام جدا. كل واحد عارف يعني، انا عن نفسي يا ابراهيم انا في يعني عندي يعني الحمد لله رب العالمين عندي قناه وعندي ميزه، ان انا بشتغل انا عارف انا فين، فبشتغل على قد المكان المطلوب مني، ما بتعداش الحدود بتاعتي. حلو ده، انت فاهمني؟ حلو ده قوي. يعني انا ما بتعداش الحته دي، انا عارف انا فين، فانا بشتغل الحته دي. والحمد لله الشغلانه ده يعني اكيد طارق عارفها، ما بتحبش الشغلانه دي، بتخلص فيها جدا، خصوصا ما بتشتغل معاها في نادي انت متربي فيه، اللي هو يعني ما فيش احسن من كده، ما فيش احسن من النادي الاهلي في الدنيا كلها. زي طارق مثلا يقول لك ما فيش احسن من الزمالك، ما عشان انت متربي في النادي ده، في المكان صحيح. ده، فاما يطلبك انت ما تفكرش. يعني انا وقت ما حد ما هو لما حد يرفع السماعه في النادي الاهلي انا مش هفكر، يعني الموضوع انتهى، اللي هو عارف مش ده ما في مش يعني ايه مش هتكمل، مش هتكمل بعدها. لكن انا زي ما بقول لك مفيش حاجه حصلت لحد دلوقتي، كلها الامور هي طبعا المشكله بتاع مستر مارتن يولو ومين هتولى وكابتن اسامه هتولى ماتش اسك وكده، توفيق يا رب ان شاء الله لاسامه، ان شاء الله ان شاء الله، بتمنى له كل خير من قلبي. من الشخصيات الجميله يعني، حاجه كده زي طارق تحب تتكلم معاه، بني ادم نضيف جدا وحاجه زي الفل. ده حقيقي، بتمنى له التوفيق ان شاء الله رب العالمين. وزي ما بقول لك، لو اتفقوا انا كابتن حسام، وانا من وجهه نظري ان هو طبعا الاخضر وهو الذي موجود الفتره دي، انا موجود مش موجود، انا بقول كابتن حسام البدري، لان فعلا الفتره دي عايز كابتن حسام موجود. يعني طبعا مش هتاخر، ده بيتي وما اقدرش اقول لا خالص يعني. مش باشا. موجود، كل التوفيق لكابتن حسام والجهاز اللي هيجيبه معاه. بس انا عايز ايه، كويس يا ابراهيم عملت المداخله دي، لان في بعض الكلام بيقول لا ده في ايه مشاكل بين علاء وكابتن حسام. خالص كابتن حسام خالص من زمان خالص، استحاله. حتى من زمان ما كنا بنلعب مع بعض، وكان اكبر مني وكابتني وكده، ودايما حتى كانت علاقتي بيه الحمد لله ممتازه يعني، لعبت معاه واتمرنا وكل حاجه. لا حتى بعد كده ما اشتغلنا، زي ما بقول لك انا الحمد لله رب العالمين ما فيش اي مشكله خالص، واشتغلنا كمان مع جيل يعني جيل مستاهل في النادي الاهلي، جيل ما شاء الله الله اكبر كلهم سوبر جيل الاشاوس سوبر ستار يعني، حاجه جامده جدا. يا كابتن علاء كلهم يا الروح، انت الناس كلها بتحبك يا كابتن علاء، الحمد لله بحبك، وانت لعيب وانت مدرب وانت نجم التحليل يعني. الله ربنا يكرمك يا حبيبي، وحشني والله. مش عايز باخد منك البرنامج، مش عايز ارغي. لا لا خد، لا 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 براحتك يعني، والله مهم يا كابتن حبيبي. انا بقول لك على الهوا، احنا لينا حلقه انا وانت دي، انا متفق معاك ان شاء الله. يشرفني يا كابتن مصر، حلقه كويسه جدا، انا بقولها لك على الهوا اهو، وعد مني وبالتوفيق الى طارق. وسعيد جدا جدا شفتك النهارده، وتخلص واكلمك بكره ان شاء الله كده بعد الصلاه، لان اكيد لازم اشوفك قبل ما تسافر. لازم ان شاء الله، لو في عزومه ان شاء الله راشق طبعا من قلبي بجد، ربنا ان شاء الله هيكرمك ان شاء الله رب العالمين، وبالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله. كابتن علاء انا بشكر حضرتك الحقيقه على مشاعرك النبيله وعلى مداخلتك، واتمنى الحقيقه كل توفيق. لا انت جميل، والبرنامج بتاعك ناجح جدا، ودايما احسن يا ابراهيم والله. ربنا يخليك يا رب يا كابتن علاء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. حضرتك من اهله، اتفضل يا كابتن مصر. كابتن علاء انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن علاء ميهوم محترم جدا، واحد من الشخصيات المحترمه جدا. وخلي بالك انا يعني انا كنت بقول دايما انا وانا لما كنت انا لسه ما بلعبش بقول في ناس انا احب اوصل لهم لمستواهم واكون انا يعني يعني ابقى ايه. انت اقنعت الناس حتى كمان على مستوى التحليل الفني، يمكن انا كنا بنتكلم مع بعض زمان في القصه دي، ما شاء الله مقنع كمان على مستوى الفني. انا ابويا بيحب يسمع والله العظيم ابويا بيحب يسمع تحليلك جدا يعني. الحمد لله والله. انا يا بص يا ابوي الاول، انا يعني في ناس كنت معينه كنت انا مقتنع بيها جدا من ناحيه علاء ميهوب، محمد عبد الجليل، حماد عبد اللطيف، رضا عبد العال، الاربعه دول بحس ان هم كاريزما خاصه، بحس ان هم المتعه، تحس ان هم الكوره عايزه لازم تجي لهم عشان استمتع انا كطارق مصطفى، لازم الكوره تعدي عليهم. فهو علاء ميهوب من الشخصيات المحترمه جدا اللي انا بحبها جدا، انا اتعاملت على فكره مع كلهم يعني على المستوى الشخصي كلهم،
عايز اسالك مين هيبقى المدير الفني، مين الانسب من وجهه نظرك في النادي الاهلي؟ بس ناخد فاصل وبعد الفاصل تجاوبني على السؤال ده. جاهز؟ ماشي جاهز. وبعدين الناس كمان بعت لك اسئله على الهاشتاج بتاعنا السوبر اندرسكور مصطفى. لا الناس والله ده هيظهر لك دلوقتي. يلا بينا.